أهلا بكم في أخبار المساء. أوضح معالي سالم المحروقي وزير التراث والسياحة أن قانون السياحة الجديد يضع الإطار العام للقطاع الذي يعد قطاعا متجددا ومتغيرا بصورة متسارعة، وقال بأن قانون السياحة يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع السياحي في سلطنة عمان، وأن اللائحة التنفيذية ستأتي مكملة للقانون بما يسمح بتحقيق أهداف الاستراتيجية العمانية للسياحة وخططها وبرامجها المختلفة. أعلنت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية أن المديرية ستنتقل إلى مقرها الجديد في مبنى بالموالح. مجموعة الخطوط الجوية القطرية تؤكد أنه بعد 27 عاماً من التفاني في العمل، سعادة السيد أكبر الباكر يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي، وقد تم تعيين المهندس بدر محمد المير رئيساً تنفيذياً جديداً لمجموعة الخطوط الجوية القطرية. لمعرفة المزيد من الأخبار، تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstory.com.